السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات صف الثاني الابتدائي. بنستكمل منهج كنكت برايمري 2. افتح كتابك سيلينس بوك، طبعا الترم الثاني يونيت 8 اوبن يور بوك. كنكت ويز ماس. كنكت النهارده مركزة مع الرياضيات، طبعا أصلا الصفحة دي نعتبر درسناها قبل كده. listen and read، استمع وردد. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. طب عدينا من ايه؟ من 10 ل 100. طب تعالوا نعد كده. listen and point، استمع واشر. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29. طبعا بعد 29 ايه؟ 30، وهكذا 31 32 لغاية ما توصل ل 39 40. ها 41 42 49 50 وهكذا. طبعا انا عامل لك فيديو اصلا خاص بالايه بالنمبرز، اسمعه موجود عندك وهسيبه لك تحت في الديسكريبشن. listen point and say، استمع واشر وقل. شايف الاتوبيس اللي في بيكتشر 1 ده في الصورة الأولانية مكتوب عليه رقم 43؟ لما نيجي نكتب عليه جملة نقول its bus number 43. its bus number 43. طيب نمبر 2، الولد اللي بيلعب في الفريق ده ولابس تيشيرت رقم 20، I'm number 20 in my team، انا رقم 20 في فريقي. I'm number 20 in my team. طب الصورة التالتة، فعندنا بيقول انا بسكن في شقة رقم 67، I live in number 67. I live in number 67. طيب انت رحت محل كده ولقيت عندك الجاكيت او التيشيرت او وات ايفر موجود عندك مكتوب عليه 52، ال ايه دي اختصار ليفر ايجيبسيان، هي فرنساوي لكن بتستخدم في الانجليش برضه. It's 52 pounds. It's 52 pounds. طبعا it's عشان هو ايه؟ سينجولار مفرد. طب لو انت بقى كبرت كده ودخلت في سباق السيارات في الريس كار ريس، the car is number 84، العربية رقم 84 in the race، في السباق. the car is number 84 in the race. طب عيد ميلاد جده بقى، جده وصل ل 75 سنة ورايحين نقول له هابي بيرثداي. my grandpa، جدي is 75 years old. is 75 years old. اوكي، يبقى هنا في اللانجوج اللي احنا بنتعلمه في البيج دي بنتعلم نمبرز، الارقام من 10 لغايه كام؟ 100. طبعا هتكتبها في كراستك بالترتيب كده من الشمال وبالليترز برضه بالحروف عشان تبقى متمكن منها ومتقن ليها. يلا هات لي نيكست بيج، الصفحه التاليه بيج 24. بنستكمل برضو في صفحة 24 24. connect with math، connect برضو مع الرياضيات. look and match، انظر ووصل. عندنا 4 pictures، أربع صور. 4 sentences، أربع جمل. طيب عندك صورة الأول الجد دهوت 65 سنة، البنت بتلعب في فريق رقم 22، في عندنا جيبة سكيرت ب 72 جنيه، في عندنا صديقنا بيسكن في شقة رقم 84 أو 48. طيب تعالوا يا حبايبي بقى نقرا الجمل ونعمل ماتش. اول جمله بقول لك the skirt، الجيبه is for le 72، 72 جنيه، يبقى 3 ماتش. وصلها يلا بالصوره الثالثه. طيب نمبر بي جنبها مش تحتها، my friend lives in number 48، صديقي بيعيش في شقه رقم 48، يبقى نمبر 4. very good، شاطر اللي بيقول معايا، قاعد ساكت ده بيبقى خايب. My sister is number 22، أختي رقم 72 in her team، في فريقها، يبقى picture 2. برافو. وآخر صورة طبعا إيه؟ My grandma، جدتي is 65 years old، عندها 65 سنة، طبعا picture 1. أوكي؟ draw yourself، ارسم نفسك في المكان الفاضي ده في السبيس and write the numbers، واكتب الارقام. هتتكلم عن نفسك بقى لما ترسم صورة لنفسك كده، صورة جميلة. ولو مش هتعرف ترسم ممكن تقص صورتك وتعملها ستيك هنا تلزقها في المكان الفارغ ده. this is me، انت بتتكلم عن نفسك. هذا انا.
I'm years old. شوف عندك كم سنة وتكتب، عندك 6، عندك 7، عندك 8، يبقى I am 8 years old. I live in number، بتعيش في شقة رقم، تكتب رقم الشقة بتاعتك. My friend، صديقي أو صديقتي، lives in number، بتعيش في شقة رقم وتكتب الرقم. أوكي، يبقى برضو الصفحة دي مكملة للصفحة اللي فاتت مع الماث مع كينكت. تعالوا يلا ننتقل للصفحة اللي بعدها. الصفحة اللي بعدها مركزة على مهارة الريدن. بكرر لك تاني ان الكلمة اللي فوق اللي بالأورنج دي هي السكيلز، المهارة والمهارات اللي الصفحة بتركز عليها. ريد اقرأ، كاونت عد، اند رايت واكتب. عندنا هنا سؤالين في جملة واحدة، سؤال بـ are there yes or no، سؤال بـ how many، كم العدد. how many are there in your classroom، how many كم العدد اللي بيكون موجود من الأشياء ديت أو من الأشخاص دول في الكلاس بتاعك. 1. Are there any chairs؟ هل يوجد أي كراسي؟ How many are there؟ كم عدد الكراسي الموجودة؟ طبعا إيه؟ 1. هنكتب إيه؟ 1، سهلة جدا. Number 2. Are there any children؟ هل يوجد أي أطفال؟ How many are there؟ كم العدد؟ There are 4، اكتب 4 children. 4. 3. Are there any bags؟ هل يوجد أي حقائب؟ How many are there؟ كم عدد الحقائب الموجودة؟ طبعا there is one. ممكن على فكرة في السؤال يبقى are there وفي الإجابة تبقى there is لو الحاجة مفرد، there is one. 4. Are there any books؟ هل يوجد أي كتب؟ How many are there؟ كم عدد الكتب؟ طبعا there is one book. Okay؟ يعني بنقرأ السؤال ونفهم هو عايز يوصل لك ان السؤال بار ذير يس اور نو، وهاو ميني كام العدد، بتجيب العدد طبعا مع حفظك للايه للنمبرز. بعد ما كتبت بقى تحت هنا هتقول الجمل اللي انا قلتها لك دلوقتي دي. بوينت اند سي ذير ار 33 تشيرز ان ماي كلاس روم. تمام. طيب انت عندك هنا في الصوره كتبنا 1 وكتبنا 4 و1 و1، لكن انت في الفصل بقى مش هتقول 1، انت في الفصل هتقول ايه؟ هتعد قدامك، هتقول زير ار، تبدأ تعد الأصدقاء 1 2 3 لغاية ما تشوف أصدقائك قد إيه مثلا طلعوا 30، يبقى زير ار 30 children in my classroom. هتعد الباجز، طبعا هم 30 أكيد معاهم 30، يبقى زير ار 30 bags in my classroom. البوكس الكتب طبعا كتير، عندك كتاب الأرابيك والماث والساينس والسوشيال ستاديز والإنجلش والريليجن الدين، فأنت هتعد بقى الكتب ده وطبعا رقمها هيبقى إيه؟ كبير شوية، يعني ممكن يوصل لحاجة و80 حاجة و90، انت براحتك خالص تعد لغاية ما تكتب العدد الصحيح. ده كان يا حبايبي بارت 2، الجزء الثاني ليونيت 8 للوحدة الثامنة. طبعا برايمري 2 سنة ابتدائي، سكند ترم الثاني. ثانكس فور واتشنج، شكرا على المشاهدة. متنساش لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وتفعل جرس عشان يوصلك كل جديد. باي باي. اتصل الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.